السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم تلاميذي الأعزاء، موعدكم اليوم مع الدرس رقم 24 من سلسلة الدروس المفيد في الرياضيات للسنة الأولى من التعليم الابتدائي. درسنا اليوم عنوانه تصنيف الأشياء، الجزء الثاني Classification des objets. الأهداف التعلمية لهذا الدرس تصنيف الأشياء حسب معيار واحد. للتعرف على تصنيف الأشياء يا صغاري، سننطلق من هذه الوضعية. أرادت ربة أسرة فرز كومة من الملابس القديمة وغسلها قبل توزيعها على المحتاجين. ماذا ستفعل يا صغاري؟ فكروا قليلا وحاولوا أن تساعدوها. لا شك أن بعضا منكم لاحظ يا صغاري أن هناك ملابس خاصة بالذكور وملابس خاصة بالإناث. إذن هنا صنفنا هذه الملابس حسب معيار أو خاصية النوع. هناك نوع من الملابس خاصة بالذكور ونوع من الملابس خاص بالإناث. هناك من قام منكم يا صغاري بتصنيف هذه الملابس وفق معيار آخر. كما تلاحظون هناك ملابس خاصة بفصل الصيف، وهناك ملابس خاصة بفصل الشتاء. إذن هنا قمنا بتصنيف الملابس يا صغاري حسب خاصية أخرى، أي أن هناك ملابس للشتاء وملابس للصيف، كما أن هناك طريقة أخرى لتصنيف هذه الملابس. لاحظوا جيدا يا صغاري، هناك ملابس ذات مقاسات كبيرة، أي أنها ملابس للكبار، وهناك ملابس ذات مقاسات صغيرة، أي أنها ملابس للصغار. إذن قمنا بتصنيف هذه الملابس حسب معيار آخر وهو معيار الحجم. هناك ملابس ذات حجم كبير وملابس ذات حجم صغير. إذن فالتصنيف مهم في حياتنا يا صغاري، يمكننا من التمييز بين مجموعة من العناصر حسب معيار محدد. الآن سنتعرف على بعض المعايير التي نستعملها لتصنيف الأشياء. لاحظوا معي يا صغاري هذه المجموعة. في نظركم ما هو العنصر الدخيل في هذه المجموعة؟ لا شك أنكم لاحظتم أن هناك عنصر مغاير عن العناصر الأخرى من حيث الشكل، وهو المستطيل. إذن هو عنصر دخيل. إذن لتصنيف هذه العناصر استعملنا معيار الشكل. الآن نمر إلى المجموعة الثانية. لاحظوا جيدا يا صغاري، ما هو العنصر الدخيل في هذه المجموعة؟ كل العناصر هنا لها نفس الشكل، أي أنها مربعات تختلف من حيث اللون. إذن العنصر الدخيل في هذه المجموعة هو المربع. إذن هنا استعملنا معيار اللون لتصنيف هذه العناصر. نمر إلى المجموعة الثالثة لكي نتعرف على معيار آخر للتصنيف. لاحظوا معي يا صغاري هذه المجموعة، كل العناصر هنا لها نفس الشكل، أي كلها أقراص ولها نفس اللون، اللون الأحمر. لكن هناك عنصر يختلف عن العناصر الأخرى من حيث الحجم. إذن قمنا بتصنيف هذه العناصر حسب معيار الحجم. ننتقل إلى المجموعة الرابعة لكي نتعرف على معيار آخر للتصنيف. لاحظوا معي يا صغاري هذه المجموعة، ما هو العنصر الدخيل هنا؟ المستطيل. أحسنت، كل هذه العناصر لها نفس الشكل، أي أنها مستطيلات ولها نفس اللون، اللون الأخضر. لا
ولكن لاحظتم أن هناك عنصر يختلف عن العناصر الأخرى من حيث الطول. إذن قمنا بتصنيف هذه العناصر حسب معيار الطول. الآن خذوا كتاب الرياضيات يا صغاري صفحة 92 وقوموا بكتابة تاريخ اليوم فاتح أبريل 2020 لكي ننجز الفهم والتطبيق. نحدد المعيار ثم نشطب العنصر الدخيل في كل مجموعة. لاحظوا معي يا صغاري، المجموعة الأولى يوجد قطة، أرنب، كلب، بطة. إذن العنصر الدخيل في هذه المجموعة هي البطة لأنها تعتبر من الطيور. نمر إلى المجموعة الثانية. لاحظوا جيدا يا صغاري، لدينا مجموعة من الحيوانات تعتبر من الطيور. إذن العنصر الدخيل في هذه المجموعة هو القط. إذن قمنا بتصنيف هذه العناصر حسب معيار النوع. ننجز التمرين الأول معا. أشطب العنصر الدخيل في كل رسم، ففي المجموعة الأولى على اليسار العنصر الدخيل هو البالون الفارغ من الهواء، وفي المجموعة الثانية العنصر الدخيل هو البالون الأكبر حجما، وفي المجموعة الثالثة العنصر الدخيل هو البالون الأخضر لأن كل البالونات حمراء. غدا إن شاء الله ستقومون بإنجاز هذه التمارين في كتاب الرياضيات صفحة 90 و91. سأشرح لكم هذه التمارين التي ستنجزونها في كتاب الرياضيات. نبدأ بالتمرين الثاني. أحدد معيار للتصنيف ثم أحيط العنصر الدخيل. المطلوب منكم يا صغاري أن تحددوا معيار التصنيف وتحيطون العنصر الدخيل. ننتقل إلى التمرين الثالث. أشطب العنصر الدخيل. لدينا هنا مجموعة من الساعات، ستشطبون على الساعة الدخيلة. ننتقل إلى التمرين الرابع، كذلك ستشطبون على العنصر الدخيل الموجود بين هذه الكرات. نمر إلى التمرين الخامس. عدنان هو العنصر الدخيل في هذه المجموعة، لماذا؟ لاحظوا الصورة جيدا قبل الإجابة. نمر إلى التمرين السادس. المطلوب منكم يا صغاري أن تحيطوا مجموعتين بعد تحديد معيار التصنيف. لاحظوا الصورة جيدا، لدينا مجموعة من الفواكه ومجموعة من الخضر. إذن بالتوفيق يا صغاري، إلى الحصة المقبلة سنقوم بتصحيح هذه التمارين. وفقكم الله ورعاكم، والسلام عليكم.